مرحبا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج المنصة. مرة أخرى تدخل تعز في مربع الانفلات الأمني الذي لم تعد أطرافه وأهدافه خافية على أحد، ومرة أخرى يعود السؤال القديم الجديد: إلى متى ستظل تعز رهنا لعبث عصابات خارجة عن القانون معروفة لدى الجميع، وسبق أن وجهت العديد من الحملات الأمنية لملاحقتها؟ الواضح أن تعز ربما أريد لها أن تظل على هذا الوضع وأن تسخر كل الجهود فيها لصالح معارك الهدف منها صرف النظر عن معركة الخلاص من سيطرة الميليشيا التي لا تزال تخنق المدينة من جهاتها الأربع. عن الأوضاع الأمنية في تعز والانفلات الذي يعود إلى المدينة من حين إلى آخر سيكون موضوع حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامج المنصة. من يقف وراء العصابات الخارجة عن القانون؟ ولماذا لا يتم ضبط الأمن في المدينة طوال الفترة الماضية منذ تحرير أجزاء واسعة منها؟ لكن قبل استقبال اتصالاتكم ومشاركاتكم نذهب لمشاهدة تقرير الحلقة الذي أعده الزميل عبد الرقيب الأبارة. معركة جديدة تخوضها قوى الأمن في تعز ضد العناصر الخارجة عن القانون، هذا ما يمكن وصفه للحملة الأمنية التي أطلقتها إدارة الأمن ضد مسلحين نصبوا كمينا لمدير أمن شرطة المدينة العميد منصور الأكحلي. بيان إدارة الأمن أكد أن المجاميع المسلحة والتي يقودها المطلوب أمنيا غزوان المخلافي نصبت كمينا لمدير الأمن، وهو الأمر الذي تطور إلى اشتباكات مسلحة بين مرافقي مدير الأمن وتلك العناصر، ما أدى إلى استشهاد طفل وإصابة امرأة ومقتل أحد المطلوبين أمنيا وإحراق مركبات كان يستقلها المسلحون. البيان أكد أن الحملة مستمرة في ملاحقة جميع العناصر الخارجة عن القانون في أحياء شمال المدينة، عاقدة العزم على ضبط جميع العناصر المطلوبة أمنيا. وتشهد تعز من وقت إلى آخر اشتباكات بين عناصر مسلحة وقوى الأمن، وهو ما يرجعه مراقبون إلى حالة الانقسام والتصدع التي تعانيها المؤسسة العسكرية في تعز. إذن أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، ونستقبل أول اتصالات هذه الحلقة. معنا وسيم العامري من بريطانيا، مرحبا بك وسيم، مساء الخير. مساء النور، مرحبا بكم بالسادة المشاهدين. وسيم، بالتأكيد أنك تابعت تطور المجريات في تعز مؤخرا وما حدث بين عناصر خارجة عن القانون وأجهزة الأمن، تعليقك وسيم عما حدث. أولا، غزوان المخلافي الذي يقود عصابة في تعز ليس شخص يثير الفوضى كما يظن المشاهدين أو كما يظن الناس، هو شخص يقود منظومة كاملة، كتيبة مسلحة كاملة منطوية تحت الجيش الوطني، أخذ رواتبها واعتمادها وذخيرتها من اللواء 22. بعد الضغط الإعلامي وبعد الكمين الذي تعرض له مدير الأمن، أصدر قائد لواء 22 بيانا بإيقاف رواتب غزوان ومن يتبعه باللواء حياء من الناس. ولكن غزوان ليس شخص يثير الفوضى، غزوان منظومة عسكرية، كتيبة عسكرية متكاملة تؤدي مهامها، وهم تبع قيادات عسكرية نافذة في المدينة. نعم. وأنا أقول هذا الكلام وأنا أتحمل مسؤولية كلامي وسأثبت لكم، هو يتبع مستشار قائد المحور العميد عبد فرحان وبدعم من بكر صادق علي سرحان. غزوان قبل أسبوع أو قبل 3 أيام اعتدى على صادق العامري مدير الأمن القومي، اعتدى عليه بسبب خلافة بين بكر صادق سرحان ابن قائد لواء 22 قائد كتيبة الاحتياط وبين صادق العامري مدير الأمن القومي. ثم بسبب سجين رفض إطلاقه مدير الأمن القومي، ثم ذهب الوكيل الأول للمحافظ عبد القوي المخلافي واعتذر لمدير الأمن لكي لا يثير القضية مدير الأمن القومي، لأن مدير الأمن القومي هدد بالتصعيد إلى رئاسة الجمهورية. فهنا ندرك أن من تدخل للصلح وللتغاضي عن غزوان هو عبد القوي المخلافي. هنا لدينا شخصيات تتستر على غزوان، ابتداء من الوكيل الأول للمحافظ عبد القوي المخلافي، ثم المستشار في المحور سالم عبد فرحان، ثم بكر صادق علي سرحان، ثم فوجئنا بنصب كبين لمدير الأمن وراح ضحيته الطفل كما ذكرتم بتقريركم وامرأة، وإحراق سيارتين لغزوان.
وبعد هذا كله لم نرى أي اعتقال لغزوان ولم نرى أي تسليمه. هناك مطالبة عدة من الناس بإيقاف هذا العبث وهذا الفوضى الذي يثيرها غزوان، ولكن كل الألوية العسكرية تترك مدير الأمن وحده لمواجهة غزوان. مدير الأمن وحده لا يملك الطقومات ولا يملك العدد العسكري الكافي لعصابة غزوان، تتركه. لكن بينما حينما واجهت القوات الأمنية وقوات الجيش واجهت أبو العباس، ذهبت كل الألوية إلى نصرة قيادة المحور وأخرجوا أبو العباس من المدينة. لكن حينما يواجه مدير الأمن غزوان، يترك مدير الأمن بمفرده، ومدير الأمن ليس له طاقة بمواجهة غزوان. غزوان وجد وصنع من القيادة هذه العسكرية، وجد لنفوذ بداخل تعز لسببين رئيسيين. أولا الاستيلاء على الأسواق وذهب إيراداتها إلى لصالح غزوان ولصالح هذه القيادة العسكرية، ثم لمواجهة من يختلفون معهم. أي واحد يختلف مع غزوان، مع باكر صادق الزرهان، يودوا له غزوان يواجهه. هذا غزوان وجد، ونحن نتساءل هل القيادة العسكرية هذه أرادت تحقيق المدينة فعلا؟ يعني أرادوا من الناس أن تكفر ب 2011 وأن تكفر بالمقاومة، والناس الآن كفرت في 2011 وكفرت مقابل، وسيذهبون بالناس لمناصرة الحوثي ولطلب الحوثي أن يدخل المدينة. نعم وسيم، إذا كان الوضع كما تصف هو يتفق معه الكثير من الناس والمحللين السياسيين، إذن أين هي الحكومة من ما يحدث؟ أين هي القيادة العليا، القيادة العسكرية العليا؟ هل نستطيع القول أن الوضع في تعز منفصل عن المركزية في الحكومة وأيضا القادة العسكريين؟ القادة العسكري ابتداء من عبد الرب منصور هادي منفصلين تماما عن تعز، لا يدعموها إلا دعما كاذبا ودعم بذر الرماد بين العيون. القيادة العسكرية في تعز لا تستمع لتوجيهات عبد الرب منصور هادي إلا في القضايا التحريرية الشاملة، والآن هناك عرقلة من داخل القيادة. نحن لا ننكر أن هناك معنا قيادة عسكرية أرادت تحرير المدينة، ولكن أرادوا بنفس الوقت تحرير المدينة وأرادوا استيلاء على الجبايات. الآن الحرب حرب نفوذ وحرب إرادة، لمن ستذهب إرادة الأسواق؟ أرادوها هكذا في تعز. القيادة العسكرية لا تستطيع أن تتحكم بهؤلاء المستشارين وهؤلاء القادة الألوية، ولا تستطيع أن تأمرهم بالتخلي عن غزوان. هناك الكثير، عبد الرب منصور هادي لا يستطيع أن يحكم بيته، لا يستطيع أن يعود إلى عدن، لا يستطيع أن يغير مدير قسم شرطة في عدن في عاصمة اليمن. كيف سيستطيع تغيير هؤلاء القادة ومحاسبتهم داخل مدينة تعز؟ نحن الآن علينا كإعلاميين وكناشطين علينا الضغط على هؤلاء القيادة أن يتركوا هؤلاء المارقين على القانون، أن يتركوهم ويتخلوا عنهم. غزوان مكانه السجن، كل خارج عن القانون مكانهم السجن. علينا أن نضغط عليهم وبقوة أن يتركهم إن كانوا فعلا أرادوا دولة. أما إذا كانوا أرادوها جهيش مش جيش، الآن هو مش جيش، الآن هو جهيش وإرادة داخل الجيوب، إذا كانوا أرادوها كذا فلن ينصرهم لا التحالف ولن يقف معهم أحد. نعم وسيم، إذن لماذا لا يتوجه هؤلاء أو يصب كافة جهودهم لتحرير المدينة أولا، وكيف تؤثر هذه الانشقاقات والخلافات وهذه المعارك الجانبية على المعركة الأساسية، وكيف أيضا تؤثر هذه الأوضاع على حياة الناس داخل المدينة؟ الأوضاع مؤثرة، الأوضاع تؤثر على حياة الناس. الآن هؤلاء القيادة العسكرية مستفيدين من عدم تحرير المدينة بجبايات الأسواق وجبايات العمائر والأراضي. الآن غزوان يفرض على البيوع على مع أصحاب محطات البترول 20,000 شهريا مقابل الحماية، يفرض مستولي على سوق الأشباط، مستولي على سوق ديلوكس، استولي عليه مرارا، وعادت اللجنة الأمنية لتحرير السوق ثم اشتبكت مع عدتنا ثم أغلقوا السوق نهائيا. الآن غزوان مستولي الآن كل إرادة الأسواق. القادة العسكري الآن مستفيدين من هذا الوضع. نعم. إذ كانوا غير مستفيدين من هذا الوضع فلديهم السلاح الكافي لتحرير تعز. رأينا صحيح. في الاشتباكات مع أبو العباس رأينا صواريخ حرارية خرجت، ورأينا أسلحة ثقيلة خرجت في مواجهة أبو العباس، بينما الدبابة تقصف المدنيين من سوفتل من أمامهم من أمام عيونهم وما يستطيعون تحريرها. القيادة العسكرية في تعز تستطيع بما تملك من أسلحة تستطيع تحرير تعز، ولكنهم لا يريدوا تحرير تعز، مستفيدين من هذا الوضع. إذن وسيم العامري كنت معي من بريطانيا، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا الكرام، الآن اتصال آخر من تعز، باسم منصور، مرحبا بك باسم، مساء الخير.
مساء النور. اهلا اختي كريمه. اهلا بك باسم، بما انك في تعز. اولا اود اعقب على كلام الاخ حسين، هو ليس غزوان بحاله او مع القاده، هناك 1000 غزوان يحميهم قاده الاصلاح بالتحديد اقصد، واغلبيه الموسوعين المطلوبين امنيا هم من افراد الجيش الان، وهي من تحميهم وتوفر لهم الغطاء وتستخدمهم دائما بخلق الفوضى داخل المدينه. نعم باسم. بما نعم اسمعك اكمل. اعتقد ان لن ينتهي هذا العرض الامني الذي يمارسه الاصلاح بالذات الا بعد هيكله المؤسسه الامنيه وتغيير مدير الامن ومدراء الاقسام الغير مؤهلين، اغلبهم مدرسين لا يعلمون، وليس لديهم الحس الامني. وكل ما نصيح نقول ليش هذا القائد ليس عينته مدير قسم الاصلاح، قالوا هذا عنده مع شهداء وبقى، ليس هذا المعيار لتعيين مدير قسم ابعد في امن المواطن وامن المدينه. نعم اذا برايك باسم، ما هي جوهر المشكله الحقيقيه في تعز؟ من قرح الزميل للاسف، ولا اعلم ان المواطن لماذا لا يعالج رئيس الجمهوريه ورئيس الوزراء ووزير الداخليه اساس المشكله. لماذا لا يقيم مدير الامن وكافه القاده المتورطين باستعلاء هذه الفوضى؟ القاده هم من يستعلى هذه الفوضى ويبتزوا الجبهه السياسيه والمصالح السياسيه والمواطنين. نعم باسم، هذا ما يحاول قياده الاجهزه الامنيه عمله في المحافظه خلال الفتره الماضيه، هنالك اكثر من حمله اطلقت ووصلت الى حد الاشتباكات بينها وبين هذه الجماعات. اذا بما انك من ابناء نعم تفضل باسم. نعم اين هم المطلوبين امنيا الذي كانوا يتحدثون عنهم اولا؟ هذا سؤال. ثانيا المدير الامني بنفسه تحدث لقناه من شباب بانهم عقدوا معهم اتفاقيه، مع مطلوبين عقد معهم اتفاقيه وهذه جريمه يحاسب عليها القانون، ماذا لا يحله القضاء؟ نعم كيف اتفاق بين مطلوب امنيا ورجال الامن بتجنيد المدينه على اساس انه يجنبوا المدنيين أي كارثة؟ نعم إذن برأيك من يتحمل المسؤولية وكيف يمكن حل أنا أتحمل المسؤولية مدير الأمن وكافة القادة العسكريين وتجاه رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية لهذا العمل الذي يقومون به داخل تعز. حزب الإصلاح يدير المؤسسة الأمنية والمؤسسة العسكرية وكلنا نعلم. إذن كيف بما انك من ابناء المحافظه باسم وتعايش الوضع مباشره في داخل المدينه، صف لنا كيف يؤثر هذا الوضع على معيشه الناس على يومهم؟ معيشة يتاثر بشكل سلبي دائما، كل ما حدث طقنا المواطنين يخافوا، ما يعرفوش يخرجون من بيوتهم من منازلهم ولا التجار يعيشون في الحياه. مما حدث انفجارات امنيه او شيء، المنطقه اللي حدث فيها الانفجارات يمشي بالحياه وتصبح مدينه اشباح، لا احد يخرج ولا احد يستطيع حتى شراء احتياجاته الاساسيه. نعم ايام من هاو وامين محمود عاد المدينه وعاد الامن، قالوا لا هذا ينفذ اجهزه الانارات، طيب هو خدم اي شيء؟ خدم المواطن، احنا ايش دخل احنا باجهزه الانارات؟ ايش دخل احنا باجهزه التطرمات؟ تقولوا نعم باسم، مش عندنا احنا نقصد مال المواطن. نعم باسم وصلت فكرتك، اشكرك جزيل الشكر لمشاركتك معنا في هذه الحلقه، شكرا لك باسم. اتصال اخر من عبد المعز الجابري من السعوديه، مرحبا بك عبد المعز، مساء الخير. مساء النور، السلام عليكم ورحمه الله، كيف الحال؟ الحمد لله. عبد المعز، لطالما عرفت تعز بالمدنية والثقافة، الآن بعد كل هذه الأحداث الأخيرة التي شهدتها تعز، أين هي روح المدنية التي كانت تتمتع فيها المدينة برأيك؟ من المسؤول عن قتل هذه الروح؟ أولا أحييك وأحيي قناة بلقيس على اهتمامها بنشر هذه المواضيع المهمة. طبعا
أهلا بك. أما بالنسبة لمشاكل الأمن والاستقرار في تعز، أعتقد هناك عدة عوامل، منها ضعف أجهزة الأمن في أداء واجبها أمام تلك البلطجة وأمام تلك الأهداف التي تمول من الخارج. تعز دائما وأبدا عرفناها بالسلمية وبالمدنية، وهي انتهجت النضال السلمي من أول يوم. نعم. الآن وبعد هذه الفترة وبعد هذا الإنجاز الذي تحقق في تعز من 2011 إلى الآن، هناك فصائل وهناك أجنحة تريد أن تهيمن على المشهد الأمني في تعز. لذلك نشدد ونحيي الأجهزة الأمنية في تعز على أداء واجبها المشرف، ونتمنى أن تكون لها دور أكثر من هذا الدور اللي حاصل، ونريد بسط هيبة الدولة، نريد بسط هيبة الدولة على جميع تراب الوطن بما فيها تعز. نعم. عبد المعز، برأيك أوكي. كيف تفرض الدولة هيبتها إن كانت في الخارج ولا تستطيع الاتصال بطريقة مباشرة مع الداخل؟ وكما قال ضيفي السابق أن بعض القيادات ربما لا تمتثل لأوامر عبد الرب منصور هادي والقيادة العليا خارج البلد. هو جوهر المشكلة يا أختي الفاضلة، جوهر المشكلة أن هناك أناس وهناك في ناس يدعمون هنا بعض الشيخات المسلحة لزعزعة الأمن والاستقرار في المدينة، هذا واحد. طبعا الدوله لا يعني الاجهزه الامنيه لا تنتظر الاشياء للان لمثل هذه المشاكل، الان تجيب واجبها على اكمل وجه حتى لا يصير هناك انفلات امني كبير. هذا بالنسبه للمشاكل اللي حاصله. نعم. اذا عبد المعز الجابري، كنت معي من السعوديه، شكرا جزيلا لك لمشاركتك معنا في هذه الحلقه. اتصال اخر من الناشط حسام المليكي الذي ينضم الينا عبر الهاتف من القاهره. مرحبا بك حسام، مساء الخير. مرحبا بك وبجميع المشاهدين. أهلا بك حسام. إذا برأيك ما هو سبب نشأة هذه الجماعات المسلحة ووصول الوضع في تعز إلى ما هو عليه اليوم؟ حسنا، بداية أعتقد أنه أننا يجب علينا أن نتفق أن هناك عدة عوامل أدت إلى الوضع الحالي الذي تعيشه تعز. النقطة الأولى هي بسبب الصراع السياسي الموجود في مدينة تعز وبين المكونات المقاومة أو المكونات الشرعية المتواجدة داخل المحافظة. اثنين هو التدخل الإقليمي، التدخل الإقليمي والصراع الإقليمي أيضا ما بينهم البين، وصراع بين دول التحالف العربي بشكل واضح ما بين السعودية والإمارات، ودور التي تلعبه قطر في هذا الموضوع، وهم جميعهم يتدخلون بشكل واضح بالمشهد في تعز، لانهم يدركون مدى الثقل الذي تمثله تعز ومكوناتها. النقطة الثالثة هي قوة تجار الحروب الذي تتقوى كل يوم، والذين استفادوا من هذا الوضع الذي تعيشه تعز، من الانفلات الامني الذي تعيشه تعز، والذين كونوا ثروات طائلة، استطاعوا أن يكونوا ثروات طائلة بسبب هذا الوضع المتدهور. أعتقد أيضا أن ضعف أو حشاشة السلطة المحلية في تعز أدت إلى هذا الوضع، وعدم تحمل مدير الأمن مسؤولياته، وكونه هو المسؤول على جميع الكوارث التي تحصل من المفطعين او من الانفلات الامني السيء الذي نشهده منذ 4 سنوات، ويتكرر نفس الاخطاء ونفس الاساليب ونفس المشاهد مره تلو الاخرى، ولا نرى اي تقدم في ايجاد حلول حقيقيه. اعتقد ان ظاهره غزوان وغيره من الميليشيات المسلحه اصبحت يعني يشكل غطاء من القيادات الميدانيه التي نجدها، هم الذين يحمون غزوان، لانه اكثر من مره نرى المشهد الذي كان الاسبوع الفائت في تعز يتكرر تقريبا كل شهرين كل 3 أشهر نفس السيناريو الذي نراه، ونفس التصريحات الذي صرح بها غزوان انه ذاهب ليسلم نفسه ويخرج، ذاهب ليسلم نفسه ويخرج. يعني حاجه من الجنون، اصبح هناك نوع من العبث لا يستطيع تفسيره، الا ان هناك قيادات
قيادات بارزة في الجيش أو قيادات بارزة في السلطة المحلية هم يستفيدون من الظاهرة التي تحدث ومن الأعمال التي يقوم بها غزوان، من أخذ إيتاوات، من فرض ضرائب على مناطق معينة دون هناك أي مصور قانوني، ويتم تحويل هذه الأموال لهم بشكل واضح. وهناك الكثير من أبناء تعز يعلمون بهذه النقطة. نعم، إذن حسام، إذن كان الوضع كما تصفه ويتفق معه الكثير، ربما بات شبه إجماع أن هؤلاء الجماعات المسلحة ما هي إلا أدوات بأيدي قيادة عسكرية داخل المحافظة وأيضا أحزاب وجهات سياسية. إذن كيف يمكن للدولة أن تفرض هيبتها؟ كيف يمكن للأجهزة الأمنية أن تحل هذه القضية؟ كيف لها أن تضع يدها فعلا على الأوضاع الأمنية داخل المحافظة وتستعيد زمام الأمور؟ أعتقد أن هذا الأمر يعود إلى المحافظة، المحافظة كونه هو المسؤول الأول في مدينة تعز وهو رئيس اللجنة الأمنية. حصلت أعتقد عندما في الحملة الأمنية الأخيرة ضد التي كانت في مناطق سيطرة أبو العباس، كانت هناك تصريحات من وكلاء في المحافظة أن هناك قيادات في الجيش رفضت أوامر المحافظ، ولم تنصاع له. لماذا وإلى حد الآن لا يفسر لنا المحافظ بشكل واضح ما الذي يحدث؟ لماذا لا يتخذ هو موقف قوي وصارم ويرفع تقرير لرئاسة الجمهورية ليتم تغيير هؤلاء؟ يعني عندما يتم رفض قرارات يعني لمحافظة المحافظة ويتم واستمرارية هذا العبث بهذا الشكل الذي نشهده، يحتاج إلى أننا هذه القيادات يجب أن تتغير، ويجب أن يجب أن يعطونا قيادات مهنية تحترم الشرف العسكري وتحترم مواقعها ويتم استبدالهم. هذا الأمر بكل بساطة. نعم، إذن حسام المليكي كنت معي من القاهرة، شكرا جزيلا لك. اتصال آخر مشاهدينا الكرام من أحمد القاضي أيضا من القاهرة، مرحبا بك أحمد، مساء الخير. مساء النور أستاذة الكريمة. أحمد، رأيك في الموضوع، من يقف وراء هذه الجماعات المسلحة؟ يا أستاذة الكريمة، كما أوضح أخي حسام قبل قليل، هناك صراع إقليمي وصراع محلي وصراع حمزي، والآن يضاف إليه صراع مناطقي داخل محافظة تعز بين أبناء المنطقة الواحدة. يا أستاذ الكريم، نحن في مدينة تعز لم نكن نعرف المناطقية قطعاً، الآن أصبح هناك صراع في مناطق صبر، والصراع بين مناطق شرعب والمخلاف، والصراع بين مناطق شمير، والصراع بين مناطق عسكرية. غزوان هو ظاهرة يعني عبثية مدعومة من أجهزة، أنا أقولها بكل صراحة، غزوان مدعوم من أجهزة في الدولة. غزوان في تصريحه قبل أيام يقول أن مدير الأمن هو من اعتدى عليه وهو كان برفقة عائلات ومرافقين. يا أستاذ الكريمة، غزوان يمتلك ميزانية نفس توازي ميزانية إدارة الأمن، عنده أطقم وعنده مسلحين وعنده سلاح وعنده مرافقين، من أين للصبي مراهق عمره 18 عام هذه الإمكانيات؟ قبل فترة يصرح مدير الأمن منصور الأكحلي ويقول أن غزوان يتواجد في مناطق مزدحمة للإنقلابيين. هناك تهرب من المسؤولية من قبل الأجهزة الأمنية في تعز ومن قبل المحافظة والسلطة المحلية. للأسف غياب محافظ تعز والذي يتواجد حاليا في القاهرة وعدم ضبط الأمور ووجود لوبي كبير يحيط بالمحافظ وهو من يعرقل. يا أستاذ الكريم، قبل أيام يتم الاعتداء على مدير الأمن القومي في تعز، ثم يذهب وكيل محافظة تعز مع الطفل المراهق غزوان للاعتذار إليه وطلب الواسطات. نحن نعرف أن الواسطات يعني هي بين الزوج وزوجه حينما ينشلوا، ليس بين الدوله وبين الطفل المراهق يعبث بامن تعز يوميا. المحافظه الحزبيه في تعز اصبحت يعني كل طرف يسيل للاخر وكل طرف يتمنى للاخر الزوال. ظاهره غزوان يعني ظاهره عبثيه تتكرر كل شهر كل اسبوع. في الحمله الاخيره كما قال اخي حسام قبل قليل، كانت هناك يعني توقف صارم وكان هناك احباط لعمليات الاغتيالات التي كانت تلاحق مدينه تعز طيله الاشهر الماضيه. وتمت الحملة الأمنية بنجاح وتم إيقاف المتمردين والعصابات الإرهابية، لكن حينما يأتي الأمر يتعلق بغزوان يكون هناك حماية لهذا الطفل المراهق. للأسف أقول لكم بكل صراحة،
هناك أجهزة أو هناك ضباط أو هناك أفراد في المحور وفي الشرطة العسكرية وفي إدارة الأمن وفي اللواء 17 و72 يتواصلون مع غزوان. قبل فترة قبل سنة تقريبا أحد الإعلاميين جلس مع غزوان وتكلم معه قال له من أين لك كل هذه الإمكانيات؟ أخرج له أوراق قال أنا عندي أوامر صريحة من هؤلاء القادة، غياب المحافظة اللي هو رئيس الحزب الأمنية، عصيان أوامره، المحافظة الحزبية المناطقية التي الآن تضرب في مدينة تعز هي السبب وراء انتشار هذه الظاهرات. يا أستاذ الكريم، كم الإرادة التي تورد إلى البنك المركزي أو إلى الدولة؟ نحن لا نعرفها، كلها تورد إلى جيوب المسؤولين بالبلطجة وبالطرق الغير سلمية. غزوان ما هو إلا ظاهرة صوتية للوبي كبير يقوده بعض الناس متواجدة في السلطة المحلية ومتواجدة في الأجهزة الأمنية ومتواجدة في قيادة المحور تحديدا. إذا ربما يرى البعض أنه لابد على الأجهزة الأمنية إن أرادت فعلا حل الأمر التوجه إلى التوجه لحله مع من يقف وراء غزوان، التعامل مع الرؤوس الكبيرة التي تقف وراء غزوان. إذن برأيك ما هي الطريقة الأمثل للتعامل مع القضية وحلها؟ الطريقة الأمثل هي كما تم التعامل مع المتمردين في الجهة الشرقية أو ما كان يطلق عليهم أتباع القائد أبو العباس، يتم التعامل بنفس الطريقة وهي مرة واحدة، لأنه عندما يتم تأجيل الأمر هو عبارة عن تأجيل الحرب إلى الشهر القادم أو الأسبوع القادم. إذا ضربت فأوضح هي العقبة واحدة، لازم على الأجهزة الأمنية المتمثلة في محافظة المحافظة والممثلة في قيادة المحور ومدير الأمن والجيش الوطني المتواجد في تعز. يا أستاذ الكريم، 42 ألف مقاتل لا يستطيعوا تأمين منطقة عبارة عن 10 كيلو في 10 كيلو، يعني شيء والله مقبل. يجب أن تكون هناك حملة أمنية جادة للقضاء على كل العصابات الإرهابية والمتمردة المتمثلة سواء في غزوان أو شتار المقلوع أو غادر أو أي شيء، لأنه إذا لم يتم القضاء الآن على ظاهرة غزوان التي تؤرق المواطنين والتي في كل مرة يتم الصراع من غزوان والدولة، يكون هناك مقتول من الأبرياء ولا يتم تعويضهم. قبل أيام توفي الطفل سعد، وقبلها توفي بايع الموت، وقبلها سائق الباص. إذا لم يتم القضاء بشكل جذري فنحن نؤجل الصراع إلى الشهر القادم. نعم أحمد، وسنستمر في دوامة. يعني الآن نحن نعيش في فراغ حقيقي بسبب الانقلاب، فنعيش مرة أخرى فراغ حقيقي بسبب الشرعية، أمر مخجل. نعم أحمد، وعوضا أن يكون هؤلاء هم الحل لتحرير المدينة والقضاء على الحوثيين واستتباب الأمن داخل المدينة يفاقمون الوضع. إذا شكرا لك أحمد القاضي لمشاركتك معنا في هذه الحلقة. مشاهدينا الكرام، اتصال آخر من تعز، أحمد الشهاب. مرحبا بك أحمد، مساء الخير. أحمد هل تسمعني؟ يبدو أننا فقدنا الاتصال بأحمد. إذن مشاهدينا الكرام، نذهب الآن لمتابعة بعض التصريحات والآراء حول موضوع هذه الحلقة والتي وصلتنا عبر الواتساب. بالنسبة للمشاكل التي حصلت قبل يومين داخل مدينة تعز وبالذات داخل حي المسبح، ونتج عنه قتل طفل وإصابة وامرأة وإصابة وجرح معظم الناس وحرق طقم سيارات المواطنين وطقم لإدارة الأمن، هذا عبارة عن تراكمات ومشاكل بسبب توقف الحملة الأمنية عدة مرات. احنا كتحالف سياسي نتمنى من الأخ مدير الأمن وأنه يواصل مشواره في تتبع المطلوبين أمنيا وضبط الأمن والاستقرار داخل تعز. طبعا هذه أثر كبير، إني هذه تسبب في عرقلة العديد من الأشياء اللي إيش نقول عنه، مثلا أصبح التاجر غير آمن على نفسه ولا على بضاعته، المواطن غير آمن على نفسه يخرج السوق أو يخرج لأداء عمله يخاف إنه ما عاد يرجعش بسبب إنه في تقطعات وفي عصابات منفلتة. تمام، واحنا داعمين للحمله الامنيه بكل قوه، وان شاء الله باذن الله انه يعود الامن والامان لمدينه تعز وتعود تعز حالما كما كانت في السابق. ما يحدث في تعز الان هو انا اعتبره نهايه القضاء على الانفلات الامني. الان ما يحدث في المربع الشمالي هو وجود مطلوبين امنيا فارين من وجه العداله
الذين يحدثون الانفلات الأمني في المربعات الشمالية، ونحن نتعقبهم، والحملة الأمنية متواجدة في المربع الشمالي. المشكلة التي نواجهها هو قرب المواقع، مواقع الجيش او مواقع الجبهات من الخط التماس بيننا وبين اللجنة الأمنية وبين افراد الجيش. المشكلة التي نواجهها هو هروب المطلوبين أمنيا من المربع الأمني الى المربع الجيش، الى الجبهات القريبة، الى المواقع القريبة من خط التماس المواطنين. فمطلوب من القيادة المحور، من القيادة الألوية، التعاون مع الجهات الأمنية بضبط هؤلاء المتواجدين. المطلوبين أمنيا أكثرهم ينتمون للواء 22 للواء 170. تواجدهم والمشاكل التي يوجدونها في إطار اللواء 170 وفي إطار اللواء 22، هروبهم أيضا من الحملة الأمنية وتواجدهم في هذا المربعات، في مربع. فلو وجود تعاون حقيقي من اللواء 22 ومن اللواء 170 ومن قادة المواقع وقادة المربعات القريبة لحي الروضة، أنا أعتقد. إذن مشاهدينا الكرام، كانت هذه بعض الآراء لمواطنين من داخل تعز. نعود لاستقبال الاتصالات في هذه الحلقة. يعود معنا أحمد الشهاب الذي ينضم إلينا من تعز. مرحبا بك مرة أخرى أحمد، هذه المرة هل تسمعني؟ اهلا وسهلا بك ومساك الله بالخير. اهلا بك احمد. بما انك من ابناء المدينه وتعيش داخل المدينه وتعايش الاوضاع مباشره، تعليقك وما هو الوضع الحقيقي للاوضاع الامنيه داخل تعز؟ الاوضاع الحقيقيه معروفه طبعا لدى الجميع، طبعا التخريب من قبل العصابات والارهاب وخوذ الفريق، طبعا غزوان المخلاف الذي سموه يعني انه اكبر الاصابات وهكذا. غزوان اعتقد الان تعز اصبها عصب وعاد فيها فساد. هل نقول هذا المراهق ان يكون بهذه القوه ام ان لم يكن من يدعمه من مسؤولين تعز الفاسدين؟ هل هذا المراهق لا يوجد احد يعني ينتمي اليه أو يساعده أو يساعده يعني بخمسة مرافقين أو ستة مرافقين بعده يعني مدير الأمن؟ طبعا قد احتجز، قد حبس أكثر من 20 مرة وقد توقف أكثر من 20 مرة، يجي اليوم الثاني أو اليوم الثالث ويتم إحراجه، يحتجز في السوق العسكرية بعد أسبوع من حبسه أو يومين أو ثلاثة أيام ويتم إحراجه، يحتجز بالأمن ويتم إحراجه، يحتجز أتوقف بكل السجون تعب ولا يطيل حبسه اكثر من اسبوع يعني. نعم، اذا احمد ايش السبب احمد؟ ايش السبب انه يتم احتجازه اكثر من مره ولا يبقى غير سوى ايام ثم يتم الافراج عنه؟ احمد برايك ايش السبب؟ انا شيء اعرف سبب ذلك، هل هو خوف من القياده الذي يتم حجز عنده او يتم تهديدهم من قبل عصابه تابعين اليه؟ أما هذا إذا ما كان غير هذا فما يكون يعني. هل يكون يأتي أحد الأصابات إلى بيت هذا القائد الذي يتم حجزه عنده في حبسه، أم يتم توجيه إليه تهديدا من قيادة أخرى؟ لأنه يتم إحراج هذا، فهذا الشيء غير معقول يعني. نحن لا نطالب شيء غير نطالب القيادة العليا ونطالب محافظة تعز. أيهم من هذا العبث؟ لماذا لم يقبوا إلى دور مدير الأمن، مدير الأمن التعجي؟ أين السلطة المحلية؟ أين المحافظ؟ أين اسمه قيادة المحور؟ أين قيادة الأنوية الكافة في تعز؟ ما عرفت العصابة فكيف تعرف توقف يعني فكيف تعرف تصدي العصابات من الجهات الحزبية وغيرها؟ إذا ما عرفت تفعل يعني العصابات يعني ولا تجزها من 20 فرد أو 50 فرد. نعم أحمد، الآن الحملة الأمنية هذه التي أطلقت منذ أيام و وفق التصاريح قادة عسكرية في الحملة أنهم هذه المرة جادون ومصممون على المضي قدما للقبض على هؤلاء المطلوبين أمنيا، برأيك هل ستكلل هذه المرة بالنجاح؟ هل هنالك مؤشرات لأن تنجح هذه المرة الحملة؟ طيب يا أخي الكريمة، طبعا هل في حق
إذا الأقحلي إذا يعني ملزم أمره مدير الأمن يعني إذا يعني تكسل في تخليص هذه الإصابة فما نقدر نوقف إلى جانبه لتخليص هذه الإصابة. الأقحلي واقف الآن بكل صدد بكل شموخ بكل بكل قوة يريد تخليص هذه الإصابة من تعز كافة ولكن في قيادة أخرى أينهم من ذلك؟ لماذا لم يقفوا إلى جانبه لتخليص سلام من هذه الإصابة؟ لماذا لم يقفوا بواجبهم أمام هذه الإصابة؟ لماذا أبي حارس جامل يستلم مبالغ كبيرة من أبناء الذي يقوم بواحد وعين خلافين في الأسواق وفي كل مكان يعني والقيادة وقيادة غير يعني يتم استلام مبالغ كبيرة من هذا العدوان يتصدق ويتصدق على المواطنين وعلى كم من تاجر وعلى كم من مشغول يعني شيء كبير وصغير ولكن لا يتم أي اتخاذ إجراء ضده. نعم أحمد الشهاب كنت معي من تعز، أشكرك جزيل الشكر على مشاركتك معي في هذه الحلقة. مشاهدينا الكرام الآن نذهب لمتابعة التعليقات التي وردت على الموضوع عندما طرحنا الموضوع على مواقع التواصل الاجتماعي، نستعرض بعض هذه التعليقات حول موضوع هذه الحلقة. أول تعليق من أمير يقول المسألة في تعز أولا وأخيرا اللهث وراء المصالح الحزبية، ويأتي بعد ذلك مصالح فردية لأناس كانوا قبل الحرب من أشد الناس فقرا وأصبحوا بعد الحرب من الأثرياء وأصحاب النفوذ، فهل يعقل أن يقبل باستتاب الأمن وعودة النظام ويعود فرد عادي لا يهش ولا ينوش؟ مستحيل طبعا. تعليق آخر لعمر فرحان المخلافي يقول باختصار الأوضاع الأمنية في تعز أصبحت جزء لا يتجزأ من المناكفة الحزبية. تعليق آخر لمعاذ عبد الفتاح يقول تعز تعاني من مشكلة كبرى وهي عدم وجود مؤسسات دولة حقيقية مبنية بطرق مؤسسية ومهنية، لذا ستظل مؤسسات الجيش والأمن والشرطة في تخبط مستمر لأنها مبنية على أساس الولاء الحزبي، وهذا ما يتنافى تماما مع تطلعات أبناء تعز بوجود دولة حقيقية معبرة عنهم جميعا. وغزوان والكثير من أبناء تعز واليمن عموما ينظرون إلى المحور والشرطة بأنها عصابات مثلها مثل عصابات غزوان، تشكلت بنفس الطريقة وتمارس نفس الممارسات. إذن كان هذا هو تعليق معاذ. تعليق أخير لوديع حامد يقول وديع تعز انفلات أمني غير مبرر وصنعاء أزمة خانقة في المشتقات النفطية والرابط المشترك بين المحافظتين أن لا صوت يعلو على أصوات الميليشيات. إذن وديع اختصر الوضع في اليمن للأسف. إذن مشاهدينا الكرام بهذا نكون وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج المنصة، أشكركم على حسن المتابعة، أشكر كل من اتصل وتفاعل معنا في هذه الحلقة، وهو الشكر موصول من زميلي من الإعداد عمر النهمي. نلقاكم على خير في حلقة قادمة، إلى اللقاء.